أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم، ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. هاني البحيري أول مصمم أزياء مصري يشارك في مهرجان كان. يشارك مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 69، ودي أول مرة يحصل مشاركة من نوع خاص، وأول مرة تدخل مصر في عرض أزياء من تصميم مصري في مهرجان السينما الدولي. مسرح الهوسابير يعيد أمجاده. لأول مرة مصر تكرم ليبيا في مهرجان القاهرة للفنون للأفلام القصيرة، وتختار ضمن لجنة التحكيم الفنانة خدوجة صبري الليبية، وتكرمها أيضا لمشاركتها في اختيار أفضل مسرحية للأفلام القصيرة في حضور الفنانة حنان شوقي والدكتور أمير كامل والمخرج أسامة فوزي. ومش كده وبس، الفنانة خدوجة أعلنت عن حبها الكبير لمصر وإنها الفترة اللي جاية داخلة عمل مسرحي من إنتاجها تقدمه لمصر. سيرينا عبد النور تربط الجرافطة لحسن حسني. نشرت الفنانة سيرينا عبد النور عبر حسابها انستغرام صورة لها تحضر فيها لبرنامج الكوميدي نجمة الكوميديا، وظهر السيرين بفستان ربيع من نوع خاص. ومش كده وبس، لا كانت بتحاول تربط الجرافطة للفنان حسن حسني، وتشارك في لجنة التحكيم والأول مرة الفنان حسن حسني وهنيدي. من ضمن التعليقات المضحكة على الصورة، كان نفسي أكون مكانك واربط الجرافطة لحسن حسني يا محظوظة. نشوى مصطفى تنجو من حادث رهيب. نشرت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها على الفيسبوك: تعرضت لحادث رهيب، وكان تعليقها على الحادث: الحمد لله كنت هموت، بس ربنا كتب لي عمر جديد. تسع حفلات لأدل خلال شهر. أكدت النجمة العالمية أدل إنها تحضر 9 حفلات غنائية لتطوف بهم حول العالم. انتهت نشرتنا الفنية، كانت معكم وجيدة عبد اللطيف من أخبار اليوم.